المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الخامس من ديسمبر 2014، حيث نتواصل من مسافة الخمسة كيلومترات مع سن اللقاية، وتبدأ أشواطنا اليوم الخاصة باللقاية ومتعة اللقاية، وأسماء شاركت في المحليات السابقة والمهرجانات السابقة وحققت نقاط ذهبية في هذا الموسم. انطلاقة الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان، شوط لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، هو الشوط الرئيسي يضم نخبة من القعدان المشاركة في هذا اليوم في هذا الشوط الرئيسي الأول. أبدأ مع حضراتكم ومع المركز الأول ومع الصدارة، هذا هو شاهين علي بن مبارك بن راشد آل بريص المري مع المركز الأول ومع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط ومع صدارته. المركز الثاني، هذا أعتقد شعار بن ذويب، على المركز الثاني، على المركز الثاني ينطلق، نعم، هاجر سهيل بن سعيد بن ذويب العامري أحد ضيوفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، قادم للمشاركة. المركز الثالث رياض، على ثالث المراكز محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري مع المركز الثالث ورابعها وبران محمد بن علي بن محمد بن راشد آل نديلة. أيها الإخوة المتابعون، هذه الأسماء الأربعة منعزلة ومنطلقة ومندفعة في موقع واحد وفي كادر واحد، هناك تنطلق في المراكز الأولى مبتعدة قليلا عن بقية الأسماء وعن بقية الشوط الذي يضم أسماء كبيرة، يضم 32 اسم مشارك في هذا الشوط. المركز الخامس، انتقل للرياض، حمد بن ناصر بن حمد بن دلموك على المركز الخامس ينطلق ويندفع. يا سلام يا سلام، هذه الأسماء هذه الأسماء، النداء الأول إخواني المتابعين، النداء الأول في هذا الشوط. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط بعد أن أعلنت المراكز الخمسة الأولى، أعود إلى المقدمة. شاهدنا الشوط الماضي طماعة حضرت وفازت معنا في الشوط الأول، مبارك بن سيف بن محمد المنصوري قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الشوط الرئيسي، وحققت نقطة غالية للمنصوري اليوم، حققت له نقطة غالية، أهدت أبناء الإمارات الشوط الرئيسي الأول الخاص بالأفكار اللقاية. كيلو وين راحت إخواني المتابعين؟ شوفوا المراكز الأربعة الأولى في موقع واحد تقريبا، على كادر فوقاني هناك في شاشة قناة الريان التي تتابع ما يدور من أحداث رياضية مهمة في دولة قطر، مهمة أيضا تتابع ما يدور في الخليج، ما يدور في الخليج كله. المركز الأول أعود إلى شعار بن ذويب اللي أعلن في المركز الثاني قبل لحظة، ينتقل بدوره إلى المركز الأول سهيل بن سعيد بن ذويب العامري على صدارة الشوط على المقدمة. ولكن يا بن ذويب، هناك أسماء بعد المراكز الخمسة، أسماء سجلاتها حافلة، أسماء مميزة شاركت، أسماء قوية تشارك في هذا الشوط الرئيسي الحساس، الشوط الأول شوط المحللين كما قال زميلي محمد مبريك، شوط المحللين يحللون هناك في الاستديو في برنامج الريس، يحلل هذا الشوط الرئيسي الأول هناك من قبل زملائي المحللين والمعلقين. الله، يهتم ملاك الهجن بهذا الشوط الرئيسي، يهتم ملاك الهجن بهذا بالفوز وانتزاع هذه النقطة الغالية، ولكن الناموس واحد. المركز الثاني هذا شعار بن مبارك، على المركز الثاني ينطلق علي بن مبارك بن راشد آل بريص المري، والمركز الثالث انتقل مع وبران محمد بن علي بن محمد بن راشد آل نديلة، والمركز الرابع
رياض يحمل الرقم 20 محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري، والمركز الخامس انتقل مع خامس المراكز لاجد من يحتله وينطلق في رعد صالح بن علي بن سعيد ال بريص المري. وهذه الاسماء، ولكن بدا الزحف اخواني المتابعين، بدا الزحف على المراكز الاولى، بدا الغزو المكثف. الله، تجاوزنا، عبرنا، اتجهنا، انعطفنا، يا سلام، كوعنا مع الكوع الاخير نحو خط النهايه. ولكن ابناء دوله الامارات حاضرين مع اللقايه. يا ابن مبارك، اشاهد المركز الاول على صداره الشوط يحتل وينطلق في شعار بن ذويب، على المركز الاول، مندفعا ومنطلقا ومحاربا وباقيا وصامدا ومنطلقا مع انطلاقة المركز الاول مهاجر سهيل بن سعيد بن ذويب العامري. ولكن ارى في هذه اللحظة شعار صالح بن محمد بن حميد الجحافي قادم من السلطنة مع هذا الشوط، ينطلق بانطلاق نافي. والمركز الثالث اسم جديد ينضم، معاند علي بن خليفة بن رشيد السويدي. والمركز الرابع في هذه اللحظة مدوخ حمد بن فاران بن علي البريدي. والمركز الخامس، قاصد سعيد بن محمد بن حسن الثيم العامري. هذه الأسماء الخمسة، وأعود إلى المركز الأول. حلق بالناموس بن ذويب، أهالي العين يتابعون عبر شاشات قناة الريان على الهواء مباشرة، يتابعون انطلاقة هذا الشعار وانتزاعه لنقطة الشوط الرئيسي الأول. المركز الثاني خطير، هذا خطير. أبناء السلطنة بالمركز الثاني قادمين مع نافي، ولكن شعار بن ذويب هاجر إلى الناموس، هاجر إلى دولة الإمارات بناموس الشوط الرئيسي الأول مع حضور هذا الشعار الجميل. حقا الجميل هذا الشعار. هنا سهيل بن سعيد بن ذويب العامري ينتزع الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، نقطة غالية حققها بن ذويب اليوم، مع فوز المركز الأول مهاجر. تهانينا لمالك مهاجر، هنا من قدم إلى خط النهاية وفاز بالشوط الرئيسي سهيل بن سعيد بن ذويب العامري. تهانينا والناموس. المركز الثاني نافي للسيد صالح بن محمد بن حميد الجحافي. المركز الثالث معاند لعلي بن خليفة بن رشيد السويد. المركز الرابع وصل مدوخ لحمد بن فاران بن علي البريدي المري. المركز الخامس يصل من يحمل الرقم 3 وهو الذيب لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. أيها الإخوة المتابعون، هذه مجريات الشوط، توقيت الزمني 7:49، 42 جزءا من الثانية توقيت مهاجر. تهانينا لسهيل بن سعيد بن ذويب العامري من حقق النقطة الرئيسية اليوم الخاصة بالقعدان. تهانينا والناموس. المركز الثاني هذا شعار الجحافي من حضر بالشوط الأول واحتل المركز الثاني. 7:50، 22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نافي صالح بن محمد بن حميد الجحافي. تهانينا والناموس. المركز الثالث شعار بن رشيد. 7:54، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي من فاز معنا بالمركز الثالث مع فوزي معاند. تهانينا والناموس.